هسوي اليوم باستا بطريقة مختلفة. المكونات بسيطة، تقريبا أي حد يقدر يلاقي المكونات دي، بس التكنيك مختلف شوية. هسوي لينجويني كارتوتشو. لينجويني الكارتوتشو اللي كارتوتشو يعني قصدير، يطبخوا الباستا ويحطوه في قصدير ويحطوه في الفرن. أنا ما هعملها في قصدير، مو عشان شيء، لأنه في ناس تقول استخدام القصدير مضر. أنا شخصيا ما أشوفه مرة مضر، لأنه النسب اللي هتدخل في الأكل مرة بسيطة، بس عشان الكل يقدر يسويه هو مطمن. تقدروا تسووها بورق الزبدة. فالمكونات هي عبارة عن باستا، تقدروا تستخدموا باستا مجففة أو باستا فريش اللي يناسبكم، يعني اللي موجود. تشيري توميتوز، طماطم كرزية مقطعة أنصاف أو أرباع، وعندي بقدونس، توم، تشيلي فليكس، فلفل، أو إذا عندكم فلفل أحمر تبوا تقطعوه ما في مشكلة، بارميجان ريجانو، هذه حتكون وقت التقديم في الأخير، ملح وفلفل وزيت زيتون، ومكون اختياري اللي هو الوايت واين، أو في حالة أنا بستخدم الروزي يعني قريب من الواين، من الأبيض. هذا غير كحولي طبعا، موجود في سوبر ماركت هنا في جدة بأكثر من ماركة. وآخر حاجة أنا استخدمت جمبري، أو حأحط جمبري لأنه هو السيفود الوحيد المتوفر عندي. تقدروا تحطوا كلاماري، تقدروا تحطوا أوكتوبس، تقدروا تحطوا أي شيء أنتوا تفضلوه. طب هنا أول حاجة عشان نبدأ النكهة من تحت، يعني نبغى النكهة تكون كويسة من الأساس حقها، فحطيت هنا زيت زيتون على نار مرة واطية، حطيت معاه توم مهروس وتشيلي فليكس اللي الفلفل المجفف، وحطيت الأعواد هذه حقت البقدونس بعد ما شلت الورق. ليه؟ عشان أدي نكهة للزيت، هذه حشيلها بعدين، فبس ححركه شوية على نار واطية عشان التوم لا يتحرق، بس ألين ما الزيت ياخد طعم. وأنا بقلب أضغط شوية على البقدونس كده، أحاول أطلع النكهة اللي فيه. حطيت مكون ما هو محبب هنا، ما أعرف ليه، اللي هو الأنشوفيز، الأنشوفة أو الأنشوجة أظن يسموها. ترى هي تدي ملوحة للطبق، تدي عمق في نكهة، ما حيبان مرة طعمها لأني حطيت واحدة. هذه مرة مكون اختياري، دوبي قررت أن أنا أحطه. حأحطه وأقلب شوية في الزيت وهي تبدأ تدوب، يعني حتصير معاكم دايبة، ما حتلاحظوها أصلا ولا كأنها موجودة. لما كنت بعطي الكوكين كلاسز حقت الدروس الطبخ، البنات كانوا خايفين يحطوها، ولما جربوها ترى مرة عجبتهم، ما حسوا بطعم سمك أبدا ولا في الطعم هذا الزنخ اللي الناس تخاف منه، ما في، مجرد إنه هو يدي ملوحة وعمق. شوفوا على طول بدأت تدوب. بعد دقيقتين تقريبا خلاص الزيت أخذ النكهة، شلت البقدونس. دحين لو دكتوا الزيت راح تحسوا مرة طعمه حلو، مرة مرة يعني مزبوط طعمه. بعد ما الزيت عندي صار جاهز هحط الطماطم. ولو لاحظتوا التوم ما تحرق مع انه قعد دقيقتين ثلاثة، بس عشان الحرارة مرة كانت واطية. حطيت البقدونس وحتبلها بفلفل اسود وشوية ملح، انتبهوا لانه اوريدي الانشوفيز مالحة. اخر شيء ححط شوية من الوايت واين او بينك، سوري روزيه، ححط بس شيء بسيط. لو ما عندكم خذوا من موية الباستا وحطوا، بس شغلت دقيقتين وحاطفي النار عليها. هنا أنا رفعت الحرارة شوية، يعني ما هي واطية زي في البداية، بس عشان أبغى السوائل تتبخر. هنا ورا حأسلق الباستا في موية مغلية وعليها ملح، ما حأسلق الباستا سلق كامل. طبعا الباستا المجففة مثلا لو في العلبة مكتوب عندكم 10 دقائق، أنتوا أطبخوها لتسي 7 دقائق أو 8 لأنه حتكمل طبخ في الفرن. بس في حالة الفريش هذه هي أساسا تنطبخ مو أكثر من 4 دقائق مثلا، فأنا حخليها شغلت يدوب دقيقتين على بال ما الباستا تخلص. هذه الانشوفيز اللي استخدمتها نوعا مرة كويس، تلاقوها في سوبر ماركت الدانوب. اللي حسويه دحين، جبت صحن بس عشان يعني يساعدني لما احط الباستا، وجبت ورقة الزبدة وحطيته زي كده. اخذت شوية من الباستا. الحلو انه هذه الباستا لو عندكم ضيوف مثلا، كل واحد تسوي له حقته الحالة كده وتقفلوا له هي وقت التقديم تتقدم، لانه هذه كلها حتخش الفرن، فمرة حركتها حلوة. المهم حطيت الباستا هنا، حطيت الطماطم فوقها، ولو لاحظتوا الجمبري انا ما حطيته من البدايه. ليه؟ لانه هذه حتدخل الفرن. في ناس تحط الجمبري من الاول وبعدين ترجع كمان تطبخ زياده، فيصير الجمبري مره قاسي، لانه تعرف ان الجمبري ما ياخذ وقت طويل في الطبخ، لانه هذه حتخش الفرن تقريبا يعني ليتس سي اراوند 10 مينتس 10 دقائق. فانا حطيت الجمبري الكميه اللي تبغوها او نوع السي فود اللي تبغوه. شويه بقدونس زياده على الوجه، حاولت كده بس اخذ كم رشه من المويه حقت الباستا عشان تنطبخ كده كويس. خلاص هذه حاقفلها، حوريكم كيف حلفها. عشان ألفها بالضبط اللي سويته، أنا مسكت الطرفين من هنا وطبقتهم، ما أعرف إذا شايفين ولا، طبقتهم زي كده. بعدين حاجة من هنا برضو هحاول أطبقها، بس أهم شيء نتأكد إن هي مقفلة كويس، أوكي؟ وحنزلها من تحتها عشان لا تتفتح، ونفس الشيء حسوي للجهة الثانية.
هذه تدخل الفرن. لو تبغوا هيت أكتر وستيم أكتر وحرارة أكتر تلفوها كمان بطبقة قصدير من فوقها وتدخلوها الفرن. سوف أدخلها لمدة 8 إلى 10 دقائق لين ما الجمبري يتأكد إن هو استوى. بعد كده نطلعه. هذه اللينجويني بعد ما طلعتها من الفرن حصورها وحفتحها وحوريكم شكلها من جوا. بس خلاص الجمبري أصلا واضح من هنا من لونه قلب بينك، فخلاص أكيد إنه هو استوى. وهذه الباستا صارت جاهزة تقريبا، يعني هي مرة قريبة من الباستا حقت للو اللي يحبها. اللي ما في يسويها روحوا كلوها في المطعم ترى it's the same thing. بس بقول لكم حاجة، تتذكروا صورت لكم الترفل أويل، زيت الترفل من كم يوم؟ في هذه الوصفات تحطوها في الأخير وقت التقديم، ما تطبخوا فيها. يعني دحين وقت التقديم أنا ححط كده رشة صغيرة مع شوية بارميجان ريجانو جبنة وخلاص تصير جاهزة.